قول على انه شفتي شي فيديوهات انني كنعلم الناس يعني 1 تو 1 او ما يفتح عليه بالوان تو 1 خير انا ما كنديرش ال1 تو 1، انا ما كنديرش ما ال1 تو 1، يعني آه ما كنديرش دوك آه الدورات او لا دوك دوك الطرق ديال التعليم ديال انك غادي تعطيني مثلا 20,000 ريال، اولا 100,000 ريال، آه اولا مليون، وغادي نديروا واحد الحصه 1 تو 1، ولا جوج الحصص، ولا اربعه الحصص، ونخليك انك تدخل الدولار الاول ديالك، ونقول لك ديك الساعه السلام عليكم، هذه آه الطريقه ما كنديرهاش، انا اللي فاتح فاتح مكتب ديال الكونسلتين. هذا المكتب ديال الكونسلتي او مكتب الاستشارات هو مكتب من خلاله كنقدر انني يعني أه نعطي استشارات في المجال أه التقني او في المجال العمل على الانترنت نعطيك توجيهات نوريك شنا شنو هي الطريق اللي غادي تسلك شنو هما شنو المراحل بالضبط اللي غادي دير أه غادي نقدر ندير معاك سويفي باغ واتساب أه حتى تقدر تنجح في البيزنس ديالك يعني الهدف ديالي هو في الاخر تنجح في البيزنس ديالك اما يعني نشدك وان تو وباش باش تنجح في الاخر وهذا وفي الاخر غادي نوريك واحد الطريقه اللي مثلا نقدر نشري من عندك انا ولا نصيفط واحد اخر مثلا يشري من عندك او لا ندير معك شي لعيبه باش في الاخر تدخل 10 دولار ولا 20 دولار ولا 100 دولار الاولى ونقول لك السلام عليكم في الاخر ما تنجح هاد اللعيبات ما كنديرهمش أه... هاد الشيء اللي كاين يعني ام نوت تيتشين بيبل تشوف الانترنت اللهم في المجال ديال اليوتيوب 1 تو 1 ما كنديرهاش أه وما كنديرش الدورات وما كنديرش هاد اللعيبات هادو لانني في غنى لأنهم حاليا ما محتاجش ليه انا اي بيليف الناس اللي كيديروا هذا الشيء راه كيرضوا الصرفيه من هذا الشيء يعني هما تيقول لك اف يو نات بيرفكت ان شيء، يو تيچ ات لما ما كنتيش واعر في شي مجال راك كتعلموا، السلام عليكم، هذا هذه هذه مقوله معروفه فعلا، سو so كان عندك شي حاجه ممكن تعطيها نبارطاجيها معكم فابور وهذا راه كنبارطاجي، كان شي حاجه اللي هي نوعا ما داخله في استشارات او لا هذا فبطبيعه الحال مرحبا بكم ومرحبا بجميع